سهيل، النصر 3-0 امام الخدود. فشون شايف يعني تحضيرات النصر للديربي الكبير؟ يعني اليوم قبل المباراه امام الهلال عندهم الفريقين رحله في دوري ابطال اسيا. نعم، دوري ابطال اسيا، اكيد بدهم يجربوا قد ما فيهم يقاربوا هالمباراه او يخوضوا هيدي المباراه بشكل منطقي، بعيدا عن التعرض الى اصابات، بعيدا عن خلينا نقول التعرض الى ارهاق ما. يعني لازم، يعني يجب خوض هذه المباراه خلينا نقول الاسيويه بالنسبه للنصر وايضا الهلال بشكل ذكي. اليوم اكيد نحن قلنا انه الهلال عنده ارقام رائعه جدا، ولكن النصر كمان باخر 20 مباراه بكل نعم. البطولات 19 فوز وتعادل واحد. لسبب لما نحن نقول مباراة الهلال والنصر هي مباراة القمة العربية والأسيوية، نحن نعني ما نقول، وصعب جدا تشوف الهلال خسران حاليا والنصر خسران. نعم سهيل، أنا بقول لك على الجزئية اللي انت قلت في آخر 20 مباراة 19 انتصار وتعادل. عادي جدا إذا النصر خسر المباراة الجاية ممكن تشوف مطالبات بإقالة المدرب. والله أنا أقصد المزاج اللي موجود هني، يعني ترى في ناس خيسوس كان ينتصر وكان في مطالبات بالإقالة. صح ليك الاتحاد مشكلته الأساسية بخسارته من الأهلي ترى. بعدها طلع كلام نونو سانتو. ليك شوف هلا اليوم أنا بطلع أنت على الهلال، الهلال 38 والنصر متخلف عنه بكم نقطة؟ بأربعة. أربعة. إذا فاز الهلال بتلاقي الكابتن أدب يصير نقطة. سبعة، يعني إذا فاز الهلال. نعم. إذا فاز النصر نقطة. أنا برأيي بكون في حجة للجمهور إنه طالب بإقالة كاسترو. التعادل ممكن يبقيه، ولكن شو بدها تاخذ إدارة قرار أنا ما بعرف، بس عم بحكي أنا كجمهور، جمهور النصر له حق يطالب بالإقالة في حال الخسارة، أما التعادل فبعدك أنت ماشي، عندك مباراة العودة بعدين، عندك بعد عدة مباريات إلى الأمام برأيي، ما بعرف. نعم.